غذاء الدنيا وغذاء الآخرة، غذاء الدنيا يأكله الإنسان، لأن الله أجرى العادة، إذا لم آكل ولم أشرب أموت أو أضعف وأهزل، أجرى العادة سبحانه وتعالى عادة، يعني هذه من الأحكام العادية. لكن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب يعيش كما فعل بأصحاب الكهف، لكن في الآخرة الإنسان لا يأكل، فإذا لم يأكل يهزل، أو إذا لم يأكل مثلا يموت. الأكل في الجنة تفكه، كيف العطر الإنسان يشمه؟ يعني الإنسان لو ما شم العطر هل الآن يموت؟ لا يموت. كذلك الأمر في الجنة، يأكل الإنسان، يشعر الإنسان بحاجة إلى الطعام فيأكله، فيأكل هذا الطعام تفكها، يعني استمتاعا، ليس كما في الدنيا علاجا ووقاية وتغذية حتى يغتذي. الصغير يأكل الطعام ليغتذي، لكن في الجنة لا يوجد هذا الشيء، تأكل تفكها استمتاعا، لهم فيها رزقهم، لهم فيها رزقهم بكرة وعشية.